ضمن مهرجان خطوات السينمائي الدولي الرابع للأفلام القصيرة في مدينة اللاذقية لدعم الشباب السوري للاستمرار في العمل السينمائي والإنتاجي رغم كل الظروف الصعبة، عرض بدار الأسد للثقافة الفيلم القصير سارق النور للمخرجة البحرينية من أصل سوري. سارق النور، سارق النور هو لا يتحدث عن من يجرح القلوب بالحب، هو سارق شغف الحب من القلوب. شغف الحب هو مفهوم قلال الناس اللي بتعرفه. الشغف الحب غير الحب، الشغف هو الشعور الذي نشعر معه مرة واحدة لشخص واحد استثناء بمر بحياتنا، إن كان المرأة أو إن كان الرجل. فقديشنا نحن محظوظين نلاقي هذا الإنسان أو الشريك اللي نشعر معه بشغف الحب، وهو أقوى من الحب، هو شعور نشعره مرة واحدة. نحن ممكن نحب وننكسر ونرجع نحب، لكن هناك شخص واحد في الحياة لكل حدا فينا رح يشعر معه شغف الحب. بحكم أنه نحن ببلد تمرق بأزمة على الصعيد الحرب استنزاف وعلى الصعيد النفسي، فأنا شو ما شاهدته هو قمة الروعة. شكراً أنهم عم يستمروا، شكراً أنهم عم يقدموا. وقد تم تكريم المخرجة في المهرجان في ندوة عقب العرض أمام حشد من المهتمين بمشاركة الكاتب حسن ميم يوسف، تناولت فيها الجوانب الإخراجية التي تطرقت إليها أثناء عملها لإنتاج فيلم بسوية عالية. الناس بيحبوا يعرفوا شو ما الذي يجري في مطبخ العملية الفنية، ونحن حاولنا أنه نوضح من خلال هذه الندوة يعني تجربة خلق فيلم جميل مثل فيلم سارق النور للمخرجة الممتازة الموهوبة إيفا داوود. ميزته أنه نعرض فيه كتير أفلام من مختلف بلدان العالم وكل قاراته، هذا شيء مهم. نحن ميزة هذا المهرجان أنه يقدم تجارب شباب العالم للشباب السوري، و أنا بعتقد أنه نجح المهرجان في تحقيق هدفه. كل سنة عم يثبت أنه في ناس تتلقى سينما، صح؟ في ناس بتحب تتلقى سينما وفي ناس بتحب تشتغلها، ومثل ما أنا شايفين كل سنة عم يكبر المهرجان وتكتر المشاركات فيه، وهذا شيء كتير إيجابي. لحتى يعني نحن دائما نتحجج بضعف التقنيات مقارنة لما نقارن الأفلام السورية بالأفلام الأجنبية، فهون أنا برأيي النقطة الإيجابية لحتى نحن نقدر بأقل الإمكانيات نضاهي مستوى الأفلام اللي جاية من غير دول أو اللي إمكانياتها التقنية والإنتاجية أعلى. الجدير بالذكر أن فيلم سارق النور عرض في أمريكا وغيرها من الدول، وبرأي النقاد نال المرتبة الخامسة من بين أفضل 20 فيلما عالميا دخل أمريكا في العام 2016.